السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة بسيطة كده سريعة، مكرونة بالوايت صوص. أكيد كلنا بنحبها وبنعشقها، بس في ساعات كتير ما بتظبطش مننا. هعملها أنا بطريقة حلوة، يا رب تعجبكم إن شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت حلو منكم، وتابعونا ان شاء الله نعمل فيديوهات احسن بكتير. هجيب طبعا مية مغلية وهحط فيها المكرونة. انا استخدمت مكرونة قواقع، بصراحة انا بحبها، بحس ان هي بتطلع جوسي اكتر وبتمص كده اكتر الصوص بتاع المكرونة. هسيبها تتسلق شوية وهاجي هنا احط، ما كملتش نص معلقة سمنة بلدي كده زي ما انتوا شايفين، هحاول اسيحها بس تكون مليانة الطاسة كلها علشان ما يكونش في حتة طبعا فيها وحتة لا. بس هسيب الطاسة تسخن شوية حلوين. انا عامل مكرونة بالوايت صوص بصدور الفراخ، كنت متبلاها طبعا في الوصفة اللي فاتت بتاعت البانيه، وسبت كام صدر كده اعمل بيها الوصفة دي زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها احطها بعد الطاسة ما تسخن كويس. اهم حاجة طبعا العين البوتاجاز تكون عالية، ما يكونش واطي، الطاسة تكون يعني سخنة كويس، ما تكونش باردة، علشان طبعا الفراخ ما تفقدش المية بتاعتها وتبقى ناشفة وما تبقاش حلوة. بس هسيبها تاخد لون من تحت كده شوية، والعين برضو عالية، وام اديها برضو صدمة من الناحية التانية. وبعدين عايزة تهدي النار، تهديها كده كده البانيه ما بياخدش تسوية على النار، لانها طبعا بيبقى متقطع رقيق مش تخين، وعامة الصدور برضو ما بتاخدش تسوية خالص. بس هبديها صدمة كده وكده، وبعدين هسيبها شوية بقى تاخد لون معانا، وعلشان تبقى لونها حلو كده وتكون مستوية برضو كويس، وعشان الأطفال برضو مبيحبوش الحاجة تكون ناشفة معاهم. هو تقلب فيها كده، هي دي مش مية على فكرة، هي دي الصوص بتاعها بس والسمنة اللي كانت محطوطة. وعامة لو نزلت مية هتهدي عليها هتنشف كده زي ما انتوا شايفين. انا بحب لونها كده يكون فيه لسعة بسيطة، بتبقى طعمها حلو. ولو عايزين تنشفوها اكتر من كده عادي، يعني في ناس كتير بتحبها ناشفة. انا بغير بس مكان الفراخ علشان الحتت اللي خدت لون تبقى بعيدة عن النار شوية او كده. وبعدين هطلعها. بص انا هاخد تقريبا، هسيب قطعتين بس واخد الباقي كله اقطعه مكعبات او شرايح زي ما انتوا عايزين علشان احطها، عشان احطها في المكرونة. بس واجيب في نفس الطاسة ديت، هحطه في الطاسة بقى مكان ما كانت مكان الفراخ. او عايزة تمسحيها اغسليها براحتك، بس انا بعمل مكانها يكون ريحة الفراخ او كده. بحط معلقة سمنة بلدي ومعلقة دقيق صغيرة مش كبيرة قوي، وهقلب كده لغاية ما احس ان الدقيق يعني استوى، ما يبقاش ناي عشان ما يبقاش طعمه باين في المكرونة. طبعا لو عندي كريمة لباني او كده طبعا مش هتحطي دقيق، بس انا ما كانش عندي بصراحة. بس فهقلب كده، وبعدين هحط اللبن شوية بشوية كده واقلب برضو. انا بعملها بلبن خالص مش بحط مية، يعني في ناس كتير بتعملها بمية، في ناس بتعملها بلبن ومية، وفي ناس بتعملها بلبن وكريمة، تبع امكانياتك انت. مفيش حاجة صح وغلط على فكرة، الاكل بالذات كده. وكل التوابل اللي انا هحطها في المكرونة هي ملح وفلفل اسود فقط لا غير، علشان اللبن يكون طعمه باين كده، وما نكترش ملح قوي لان احنا لسه هنحط الجبن، فالجبن هتحدق شوية الصوص او كده، فعشان المكرونة منك ما تبقاش حادقة منك يعني. طبعا كان المكرونة خلصت وقمت صفيتها، قمت احط لبن كده واسيبها تغلي، وبعدين احط المكرونة فيها واقلب. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة اللي وصل معانا هنا، تنساش تشترك وتعمل لايك وكومنت حلو منك كده. وان شاء الله لو انت عايز وصف، حتى عايز وصفة معينة نعمل ان شاء الله وصفات كتير الفترة الجاية. في والله فيديوهات كتيرة متصورة، بس هو كسل ونت وحش والله للفترة دي خالص، لان كده الفيديو بيقعد كتير بـ5 6 ساعات عشان يحمل.
بعدين حسيت ان الصوص قليل وبزود عادي، ما فيهاش اي مشاكل، وبس تقلب كويس بس. تقليب بقى شوية كده، وبعدين لما احس ان اللبن المكرونة كده، تحس المكرونة اتشربت شوية من اللبن. انا ما ببقاش مسويها لدرجة ان انا لو حطيتها في اللبن تغلي شوية تعجن. حط تقريبا 1.5 كوباية من الجبن، حطيت رومي وشيدر وموتزاريلا، لو عندك اي نوع انت عايزة، عايزة شيدر بس، عايزة موتزاريلا بس. هتقلب شوية وهدي النار علشان الجبن دي تسيح. حط طبعا بقية الجبنة، انا كنت حطيت بس على فكرة السلطانيات صغيرة، هي 1 كوباية بالظبط يعني. هقلب لغاية ما تاخد متاهة، ولو حبت حطيتي نقطة لبن او شوية لبن كمان عادي، كده كده المكرونة هتشربها والصوص هيبقى حلو. زي انتوا شايفين اهو الملح والفلفل، بس انا ما حطيتش اي حاجة تاني. وتقلبي كويس خالص علشان الجبنة تسيح وما يبقاش فيها قطع. وفي المرحلة دي بقى لو انت عندك كريمة حطي شوية كريمة، هتبقى حلوة جدا طبعا، بس انا ما عنديش. وبعدين قطعت الفراخ كده زي ما انتوا شايفين وحطيتها، هديها غلوة كده على النار. زودت شوية لبن عشان ما تبقاش ناشفة قوي، هديها غلوة كده على النار ويبقى كده تمام، هي مظبوطة. طبعا بعد ما طمنت ان الجبنة ساحت زي ما انتوا شايفين كده، غرفتها وحطيت عليها حتتين الفراخ اللي كانوا على كده للتقديم. هي بتنشف من فوق لو سبتيها، بس لو قلبتها تلاقي الصوص زي ما انت شايفه كده بتبقى ناعمه وطريه وحلوه بس. واللي وصل معانا لغايه دلوقتي ويكون الفيديو عاجبه، يا ريت يا ريت تعمل كومنت ولايك حلو منك كده، وما تنساش تشترك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ربنا يوفقنا جميعا ويحسن ما بين ايدينا، ويا رب الوصفه تعجبكم. مع السلامه.